اي ام وخصوصا الحقيقه اللي لسه جديده اللي هي سنه اولى مامي بتبقى عايزه معلومات كتير وتعرف معلومات كتير عن البيبي. زمان على ايامنا كنا بناخد معلوماتنا من امهاتنا، كنا نقعد نسال ونستفسر ونعرف حاجات كتير من امهاتنا. دلوقتي يمكن الزمن اتغير بقى فيه، او زي ما هو بنقول زمن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا الحقيقه بقى ليه دور كبير جدا 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 في حياتنا بشكل عام. عشان كده ضيفتي النهارده الحقيقه هي صناعة محتوى عن الأمهات، ويمكن ما بقالهاش كتير، بقالها تقريبا سنتين بس، بعد بقى ما يعني زي ما بنقول خدت العلقة من جابت طفلين توأم، فأكيد خدت بقى يعني خبرة كافية جدا جدا. خلينا نرحب بضيفتي الأول، وعندنا أسئلة كتير هنقولها لها. سارة أكرم صناعة المحتوى. سارة ازيك، عاملة ايه؟ الحمد لله، منورانا. ربنا يخليكي، أنا مبسوطة اني هنا. وإحنا كمان والله انت مبسوطين بيكي. زي ما قلت في البداية ان انت عندك ولدين صح؟ مظبوط. توينز. مظبوط. احكي لي بقى يعني الصفحه اسمها نردي ماما. مظبوط. نردي صح ماما. صح. مظبوط. ايه الصفحه بتقول ايه؟ يعني صفحه محتواها ايه؟ انا عندي ولدين زي ما قلتي توينز، عندهم 4 سنين ويومين، يعني يدوب كده طفينا الشمع وجيت على طول. كل سنه هم طيبين. وانتي طيبه. اول ما خلفت، انا شخص بيحب يقرا وبيحب يعرف الاسباب ورا الاشياء عموما، مش الاطفال بس لما خلفت ولادي حسيت ان انا يعني مهتمه قوي اعرف الاطفال كائنات غريبه الاطوار والتصرفات دي. أيوه. بتتصرف كده ليه، بتعمل كده ليه، سواء لمشاكل كنت حابه احلها او حتى من باب الفضول، يعني ليه مثلا لما بنعملهم بخ بيضحكوا، ليه دي بتضحك وليه بتضحك كل الاطفال، ليه أيوه. عندك زغط، ليه بتعيط عشان تنام، ما تنام يعني. ما انت عادي على فكره. يعني كان في زمان فيلم اسمه البنات عايزه ايه، دلوقتي بنقول الاطفال عايزه ايه. عايزه ايه بالظبط. مرورا بقى بتصرفات زي الكذب، الاصدقاء الوهميه، الحاجات، الفضول، وقلت اكيد في ناس تانية حابه تعرف زي كده وهتتبسط لو حد قالها لها، مش لازم هي تقعد تقراها. طيب انت الصفحه دي بقى اللي هي نردي ماما. مزبوط. عليها فولورز اكيد كتير. عندي حوالي 200 الف متابعه على منصات مختلفه يعني. طيب قولي لي بتقدمي ايه، يعني ايه المحتوى اللي انت بتقدمي معلومات عن الاطفال، بتعلمي او بتقدمي محتوى عن الامهات ازاي تتعامل مع ولادها، ايه نوع الحاجه اللي انت بتقدميها؟ هو هدف صفحتي حاجتين. اول حاجه تقديم تجارب بشكل لطيف يعني او خفيف، تجارب معاكي انت شخصيه، يعني حاجه بعملها، حاجه عملتها مع اولادي ونفعتهم على طول بقولها. بس هدف الصفحه الاساسي بالنسبه لي هو مشاركه معلومات تخلينا نفهم ولادنا اكتر، بس حبيت ان انا اعملها بشكل تبقى المعلومات اللي دمها تقيل اخليها الطف شويه. يعني انت اصلا دمك خفيف. ربنا والله ومبهجه جدا بجد. ميرسي. فحبيت انه حسيت ان المحتوى ده يعني انا ما شفتوش كتير. في ناس طبعا خبراء وامهات بيشاركوا، يا اما امهات بتشارك يومها ومع اولادها وتجاربها مع اولادها بشكل لطيف وهو بطبعه مسلي، يا اما طبعا خبراء بيقولوا كلام طبعا قيم جدا ومفيد جدا بس بيبقى رازين كده ولطيف. انا حبيت امسك العصايه من النص، انه ليه لا ما اقولش، يعني احاول انقل المعلومات بمصدرها، المعلومات اللي هي بطبعها دمها تقيل شويه احاول الطفها شويه وتتقال بشكل لطيف. انت بتشتغلي يا ساره حاجه تانية ولا هو انت معتمده بس على الصفحه بس بتسلي وقتك، ولا عندك شغلانه تانية؟ انا درست هندسه، انا مهندسه اتصالات ما شاء الله. ولما خلفت ولادي وكنت بعمل ماجستير، ولما خلفت ولادي حسيت انه انا لا انا مش قادره، يعني انا محتاجه ان انا تتفرغي بقى للولاد. ويعني تصالحت مع فكره اني مش لازم ابقى بعمل كل حاجه علشان ابقى ناجحه بمعايير المجتمع، يعني ده انا مش قادره اعمله دلوقتي. ومبسوطه قوي ان انا لقيت شغفي وحبي في صناعه المحتوى. لا وانت ربنا ما شاء الله كمان كرمك باتنين، يعني عارفه مش مثلا واحد وبعد كام سنه نجيب واحد تاني. لا هم اتنين. تبقى هي غلطه مره واحده ومش تتكرر. انت مش ناويه تكرري الغلطه دي تاني خلاص؟ والله بقعد كده شويه، لا نفسي، لا خلاص، لا يعني اصل انت ولدين صح؟ اللي عنده ولاد زي حالتي كده، انا بيبقى بنت، اذا الله عايزه بنت. ما انا نفسي يعني قلت طب لو كان ولد وبنت كان زماني قلت خلاص. بس لا يعني بقعد كده، بس اعتقد انه لا في ظل الظروف. فكفايه اعتقد يعني كده. كفايه كده. طيب الفيديوز اللي انت بتنزليها عندك بترتبي لها ولا بتبقى بشكل، في حاجات بتبقى بتحصل بشكل عشوائي، بتظبطي ازاي الفيديوهات دي؟
هو طبعا انا يعني اكتشفت انه صناعه المحتوى دي شغلانه وليها اصولها وليها ناس، لانه انا كنت فاكره زي اي حد بيتابع السوشيال ميديا انه الفيديوهات دي تطلع كده حد يعني يعني ناس بتتسلى يعني بالظبط. بس الحقيقه الموضوع بيحتاج تحضير جامد جدا، لانه بيبقى عندي افكار لموضوعات فبجمع المعلومات اللي ليها علاقه بالموضوعات دي، وبعدين بكتب سكريبتس. انه دي اصعب مرحله بقى، كتابه المحتوى طبعا هي اصعب مرحله، لاني محتاجه احط كل المعلومات اللي هي بطبعها مش لطيفه مش لذيذه مش خفيفه واحطها في دقيقه ونص، لان زي ما انت عارفه طبعا الترندز دلوقتي في السوشيال ميديا الفيديوهات القصيره الريلز والشورتس والتيك توك دقيقه ونص اخرهم، بالذات على المنصات اللي انا عليها يعني، فازاي احط المعلومات دي في دقيقه ونص. فكتابه السكريبت او المحتوى هو اصعب. حد بيساعدك في كتابه السكريبت؟ لا لسه يعني لحد دلوقتي انا اللي بعمل. طب المعلومات بتقري ولا بتستشيري حد ولا بتكلمي مثلا دكاتره ولا بتكلمي مثلا والدتك؟ يعني بتجيبي المعلومات منين؟ لا هي كلها بتبقى من كتب، يعني معظم المعلومات اللي عندي من كتب. ومهم قوي قوي بالنسبه لي ان انا اكتب المرجع تحت او المصدر تحت الفيديو، لان ده هدفي انه دي المعلومات يا جماعه انا نقلتها لكم من المكان ده، واحب قوي لو تقروها يعني معايا. يعني عشان برضو يبقى ايه، لان ممكن حد يعني اللي هو يعني زي ما بنقول اعداء النجاح يطلع يقول لك ايه وهي مين دي اصلا ان هي تطلع تتكلم في الكلام ده. لا انت كاتبه، انا انت بني، انت ام زي اي ام في الدنيا، بس بتجيبي معلومات بتوفري علينا مجهود. بالظبط، ودي يعني ملكة أو موهبة في حد ذاتها، إنه أنا عندي حب وشغف وملكة في حاجة معينة أنا بوفرها على الناس وبكتب مصدرها، وبحب قوي لما الناس حتى لما أحيانا أنسى في عندي متابعين ساعات بيسألوني عليها. إيه مصدر؟ يعني هم خلاص عارفين إن أنا دايما بكتب وكده فبيسألوني عليها. وعندي محتوى تاني، محتوى يمكن أخف في تحضيره بس ما يقلش أهمية خالص، والناس فعلا بتحبه وأنا بحبه لما بشوفه مع ناس تانية، ليه الفيديوهات السريعة اللي بيكون فيها نصيحة سريعة لطيفة يمكن ما تاخدش يعني مجهود في تحضيرها، انما فعلا بتكون مفيده للناس وبيحبوها قوي. اكتر بقى فيديو كان فيه تفاعل الناس حبته وكانت يعني جاب فيوز كتير قوي كان فيديو عن ايه؟ والله انا عندي يعني لا عندي فيديوهات كلها went viral يعني زي ما بيقولوا، او تابعها يعني شافها متابعين كتير، يمكن يعني مختلفه في مواضيعها، بس الناس بتحب قوي تعرف السبب ورا الحاجه يعني بجد. يعني مثلا حتى لو انا ما قدرتش اطبق نصيحه بتبسط قوي انا لما اعرف ليه ابني عمل الحاجه الفلانيه.